بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح بسيط مع هذه المواضيع التي نتحدث عنها وهي تخص الاستثمار في الإمارات. وعملنا الشرح على هيئة ملف PDF على أساس إن كل إنسان بيشاهدنا وعايز المعلومات دي ممكن ياخد سكرين شوت منها. بنتكلم عن خطوات تأسيس شركة في دبي، وهنتكلم على أيضا موضوع أنواع التراخيص في دبي، وهنتكلم عن تكلفة إقامة مستثمر أجنبي في دبي، وهنتكلم عن الرسوم الخاصة بتأسيس شركة في دبي للأجانب، وآخر حاجة بنتكلم عنها وهي التكاليف الخاصة بالإنشاءات. تعالى كده مع بعض نبدأ من البداية ونشوف علشان تستثمر في دولة دبي ايه اللي يجب انك تعرفه في البداية. اولا رجاء اضغط لايك، اكتب اي تعليق، ده بيرفع من القناة وبيرفع من قيمة الفيديو. ايضا ما تنساش تعمل لنا شير، قد يكون احد المستثمرين او المهتمين بهذا الموضوع عايز هذه المعلومات. اولا يجب انك تعرف ان الاستثمار في دبي له هيئة اسمها هيئة الاستثمار في دبي، هي الخاصة بالاستثمار، وهي هيئة حكومية لها صندوق مالي، وتم انشائها عام 1976، وامر بدا الشيخ زايد مؤسس دولة الامارات الحديثة. طيب علشان اخصص او ابدا في تاسيس شركه للاجانب في الاستثمار المقيمين في دبي من اجل الاستثمار، لهم عده نشاطات للشركه. طبعا انت بتحدد نوع نشاط الشركه اللي بيريده المستثمر داخل الامارات، وبتوفر هيئه الاستثمار الاماراتي العديد من الانشطه في الامارات زي النشاط التجاري والصناعي والمهني. بتشترط لما هيئة الاستثمار الإماراتية بتشترط عند تأسيس شركة في دبي وجود شريك إماراتي الجنسية، وجود شريك إماراتي الجنسية بيمتلك شركة ذات مسؤولية محدودة أو بتتعاقد مع مكتب خدمات معتمد. بتحدد اسم شركتك وبيكون لها علاقة طبعا بنوع النشاط اللي شركتك هتقدمه. أيضا إيجاد مكان مناسب، هذا المكان بيتوفر فيه الحماية والأمن، وأيضا بيكون سهولة توصيل المرافق العامة زي الكهرباء والغاز والمياه. أيضا ممكن يكون إيجار أو ممكن تشتريه يكون ملك لك. بعد كده بتحصل على عقد إيجار أو تمليك خاص بمقر الشركة، وبتوثق العقد في الجهة المختصة في الإمارات، وبتقدم كافة المستندات المطلوبة واللي بتطلبها منك هيئة الاستثمار الإماراتي، منها مثلا اسم الشركة وملكية الشركة انت والشريك الأجنبي وتخصص الشركة. بعد كده بتبدأ في نشاط، يتبقى عليك دفع الرسوم الخاصة بتكاليف الشركة، ودي هنتكلم عنها في نهاية الفيديو. كده خدت موافقة بقى مبدئية من هيئة الاستثمار انك تبدأ الاستثمار. هتستلم الرخصة التجارية والتسجيل في السجل الاماراتي وبتبدأ نشاطك. انا سايب الملف برضو باللغة الانجليزية للي حابب ياخدها باللغة الانجليزية. طيب ايه انواع التراخيص في دبي؟ يعني انت عايز تستثمر في دبي، ايه انواع التراخيص؟ اما انك بتقدم على او بيطلع لك رخصة تجارية أو رخصة صناعية أو رخصة مهنية، زي ما قلنا دي النشاطات اللي بتوفرها الإمارات أو المجالات اللي بتوفرها الإمارات للاستثمار فيها للأجانب، إما نشاط تجاري أو صناعي أو مهني. فالنشاط التجارية دي رخصة تجارية للشركة بتعمل في التجارة العامة أو نشاط متخصص. الصناعية طبعا تأسيس نشاط صناعي بتصنع أو بتنتج شيء. والمهنية دي بتعطي مهن وخدمات حرفيين والمتخصصين وتراخيص سياحية، وده طبعا الشركات التي تعمل في مجال السياحة والسفر وما شابه ذلك. طيب تكلفة إقامة المستثمر، يعني أنت مستثمر قاعد، تكلفة الإقامة بتاعتك
في 2019 طبقت دولة الإمارات تأشيرة إقامة طويلة الأمد للمستثمرين لمدة 5 أو 10 سنوات، بتتجدد تلقائي عند توافر نفس الشروط. يعني طالما أنت مستثمر ولك شركة ولها ترخيص وأمورك سليم، فالإقامة دي بتتجدد تلقائي. كويس، دي بقى لفئة معينة بتشمل المستثمرين، رجال الأعمال، أصحاب المواهب الخاصة، والكلام ده هنبدأ نقول له أو أعطوهم حتى الإقامة والجنس بدون تأشيرة والإقامة في الإمارات، وده موضوع تاني. النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم والعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة دون الحاجة لكفيل إماراتي، دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل الإمارات. يعني ممكن تتملك أي شيء داخل الإمارات، عقارات وغيرها داخل الإمارات. وده طبعا خلاف للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51%، ده في المشاريع يعني المشاريع الاستثمارية أو الشركات. لكن أنت ممكن تشتري شقة تعيش فيها، ممكن تشتري محل صغير مثلا، وهكذا. طيب، إيه بقى الرسوم الخاصة بتأسيس شركة في دولة دبي؟ ده للأجانب. الهيئة الاستثمار الإماراتية حددت تكاليف تأسيس الشركة في الإمارات على أساس الشركة بتخضع لنظام القانون المحلي أو لنظام القانون الخاص بالمناطق الحر. بيتم تناول تكاليف شركة في الإمارات على الرسوم الخاصة بإصدار الرخصة التجارية لمزاولة النشاط. بتقدر رسوم الموافقة المبدئية ب 100 درهم إماراتي، ده تكلفة الموافقة المبدئية. رسوم إصدار اسم تجاري للشركة 210 درهم عشان تطلع اسم تجاري للشركة، وقلنا لابد إن يكون يعبر عن نشاط الشركة. تكاليف استخراج رخصة تجارية لشركة في أي منطقة حرة في دبي بتبقى 10,000 درهم إماراتي. بالنسبة للرخصة التجارية المؤسسة في المنطقة الحرة 15,000 درهم، يعني 10,000 في دي تجارية في أي منطقة حرة. أما المنطقة اللي هي المنطقة الحرة التجارية بتبقى 15,000 دي في المنطقة الحرة في دبي. رخصة الأنشطة المهنية 500 درهم إن كان نشاط الشركة تجاري أو صناعي، فتكون تكاليف استخراج الرخصة 600 درهم. يعني الأنشطة المهنية 500 والصناعية 600. تكاليف الحصول على خدمات وكيل معتمد في الإمارات، 700 درهم. تكاليف وجود شريك إماراتي للشركة بيملك شركة ذات مسؤولية محدودة بتكون 500 درهم إماراتي. استخراج الرخصة التجارية وطباعتها 50 درهم، والرسوم الخاصة بالدخول للأسواق والتواجد بها بتكون تكاليف استخراج رخصة تجارية سواء مهنية أو تجارية أو صناعية على حسب إن كان على نظام القانون المحلي أو النظام الخاص بالمناطق الحرة. إن كانت الشركة على نظام القانون المحلي تكلفتها 5% من عقد الإيجار الخاص بالشركة، أما إن كانت الشركة على نظام قانون المناطق الحرة بتكون استخراج الرخصة التجارية 7.5% من قيمة عقد الإيجار. هناك أيضا تكاليف عند إقامة مستثمر في دبي مثل امتلاك عقار خاص بالشركة، فتكون رسوم ذلك يتم تقييمها من هيئة الاستثمار الإماراتي عن طريق تشكيل لجنة مخصصة. أيضا من ضمن تكاليف إقامة مستثمر في دبي هي رسوم خاصة بسكن المستثمر في دبي تكون 5% من قيمة عقد إيجار السكن. وحددت هيئة الاستثمار الإماراتية الرسوم الخاصة بالنفايات، وتعتبر من ضمن تكاليف تأسيس شركة في الإمارات، ويتم تقييمها من ناحية قسم النفايات في دبي. ده كان معلومات سريعة عن استثمار في دبي، تكاليف الشركة، الرخصة، وبعض المعلومات عن هيئة الاستثمار في دبي. أتمنى أن أكون وصلت لك معلومة ولو بسيطة عن هيئة الاستثمار وشروط الاستثمار وأنواع التراخيص وأنواع النشاطات في دولة الإمارات العربية.
أترككم وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.